أخبار اليوم. عشان العهد بتاعه. هتلاقي عمالة بس عشان نخلص. شوف يا سيد. طيب هتلاقي عمالة شيء. سلامة. يا باشا. دي حاجات منتهيه الصلاحيه شهر 8 انتاج 8 يعني السمك يا باشا منتهي السمك ده ايه؟ السمك ثاني سمك هو على يمين اروح على شمال بالظبط انا شمالك ده 30 دي يا نهار اسود ده كله 8 برضك ده موال يا عم لا مش منتهي يا حبيبي ابتدى 12/3 يا فندم 12 سبتمبر انتاج يعني اول اربعه عشان التاريخ انا مدينا يا عبد الوحيد هو 11 لسه 11 هو بيصنع منها ويدي 3 شهور ثاني اجازه خلاص يبقى منتهي الصلاحيه وبيدي 3 رنج ثاني الصلاحيه بتاعته هو لما يجي يصنع من داخل فتحه السمع مش من بعد انتهى حط ارمي ارمي دي مبرد وفيها الساخن الساخن شهرين وعلى المبرد بس بيجيب العربية بقاله ساعة هو أصلا ساخن هو أصلا مش لا فقط السمكة تفتحها ما هي بايظة اهي هي السمكة عاملة ازاي؟ مية وداخنة الزبان ده مصنع بالزينة ده بتاعها يا سلامة يا سلامة يا ابني ايوه الكلام ده لو انا هبيعها زي ما هي طب لو دخلت في تصنيع انما لو صنعتها يعني مثلا فراخ اللي هتصور هل اصور الفراخ ده بعد اذنك يعدي على اساس ان انا اسويها فيها جاده ما فيش حاجه على اساس الرئيس عملتيها بالحراره هات يا ريس خليك معامله قضيت فيها على نسبه كبيره من المكتوب اللي فيها حط فكرات بتروح ما انا معايا دي ايه دي يا سلام امسك ايوه ولا هات محمد الاسد جوه انا
يا باشا بس يوليو كان شهر 7 6 اللي فات ولا 7 الجزء ده كله كده من يونيو يونيو يعني 7 يعني بقى دلوقتي بتطلع 10 شهور طب وده ليه التلاجه وده منتهى الصلاحيه ده خلص التلفزيون والسما عشان منتهى منه ده الجزء ده كله وده كمان منتهى الصلاحيه مش شغال منه بص ده كله منتصف الحقيقه وكل عامل هو لا اصلا ماركات مضروبه اصلا لا بقول لك والنبي دكتور ياسر عشان ما نضيعش وقت وهنا بص مش ركز على التاريخ اللي هنا اه ما صورتش 2 يونيو 2015 عشان قرب من التاريخ يا سلام 2 يونيو 2015 الريان كل بقى ده ممكن يكون فعلا موجود ما هو ده كده اتغير اكيد يعني طالما عنده كده عامل بقى سلام عمود